السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقائق وننتقل إلى المباراة. نحن الآن بانتظار بداية المباراة، ننتظر البداية. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكل ما يدعمنا بهذه القناة الصغيرة ولكن أكيد كبيرة بوجودكم. لا تنسوا أخواتي وضع اللايك والاشتراك، وياريت كل واحد يكتب لي في التعليقات شو توقعاته للفريق اللي هو مرشح انه هو يفوز. توقعاتكم لهذه المباراة. لا تنسوا اخواتي وضع اللايك والاشتراك. دقائق وننتقل للمباراة مباشرة. أتمنى من أخوان أخواتي كمان مرة وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا للجميع. نحن بانتظار بداية المباراة.